السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. تتفرج الدوري القطري، دوري نجوم قطر وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 25/2/2023، وبعد ذلك حضراتكم على التأخير. متابعين الكرام، اليوم مباريات مؤجلة من الجولة الثامنة. السد فاز على قطر 2-0، أحرز الهدفين حسن الهيدوس في الدقيقة الرابعة من نقطة الضعف في الشوط الأول، وأكرم عفيف في الدقيقة 52. أم سلال خسر من المرخية 1-2، أحرز ده في أم سلال. ناصر النصر في الدقيقة الرابعة، هدفين المرخية عن طريق إدريس فتوحي في الدقيقة 35 وإدريس فتوحي في الدقيقة 40. الشمال تعادل أمام الوكرة 0-0. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري القطري وترتيب الهدافين بعد هذه المباريات المؤجلة. متابعينا الكرام، الدحيل متصدر الدوري المركز الأول 32 نقطة، العرب المركز الثاني 31 نقطة، السد المركز الثالث 25 نقطة، قطر المركز الرابع 23 نقطة، الغرافة المركز الخامس 22 نقطة، الوكرة المركز السادس 20 نقطة، الأهلي المركز السابع 20 نقطة، المرخية المركز الثامن 15 نقطة، الريان المركز التاسع 11 نقطة، الشمال المركز العاشر 11 نقطة، السلية المركز 11 9 نقاط، وأم سلال المركز 12 والأخير 9 نقاط. متابعين الكرام، بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين مايكل أونغا لاعب الدحيل المركز الأول سجل 10 أهداف، المركز الثاني جيلسون لاعب الوكرة سجل 9 أهداف، وعمر السومة النجم السوري اللاعب العربي سجل 9 أهداف، في المركز الثالث يوسف المزكني النجم التونسي اللاعب العربي سجل 8 أهداف، ويوهان بولي لاعب الريان، والمركز الرابع النجم الجزائري بغداد بنجاح لاعب السد سجل 7 أهداف، والمركز الخامس كارلوس ترانبرغ لاعب السلية سجل 6 أهداف، وياسين إبراهيم لاعب الغرافة، وأيمن حسين لاعب المرخية، ومرداد محمدي لاعب السلية، ويزن نعيمات لاعب الأهلي. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب صناعة الأهداف. متصدر صناعة الأهداف ياسين إبراهيم لاعب الغرافة صنع 7 أهداف، المركز الثاني بشار ياسر لاعب قطر صنع 6 أهداف، والمركز الثالث بغداد بنجاح لاعب السد صنع 5 أهداف، ويغارت حمرون لاعب المرخية. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.